التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر في هذا المساء. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة وبداية انطلاقة شوطنا الحادي عشر الذي خصص للإبكار اللقاية. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والحاضرة. أتقدم مع المركز الأول، أتابع الصدارة الشاهينية على المركز الأول من هجنسي حسلم عبد الله بن ثعيلب الهايري، من يتابع انطلاقتي الشاهينية مع أول الأسماء المندفعة ومع أول الأسماء المنطلقة. المركز الثاني من الجانب الآخر الشاهينية القادمة من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز الثالث نتابع الفارعة القادمة في هذه اللحظات. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات مزيونة القادمة من هجنة الشحانية وسالم بن فران المريف المتابعة. والمركز الرابع وصلت وتقدمت مهولة في هذه اللحظات لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيج بن سالم بالعرطي في عملية التضمير والتدريب. ناخذ المركز الخامس، نتابع الاسم القادم الشاهينية من هجن العاصفة القادمة في هذه اللحظات بمتابعة غياث الهلالي. المركز السادس وصلت الشاهينية من هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب. المركز السابع، ناخذ المركز السابع وبراق القادمة في هذه اللحظات لاسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي في عملية التضمير والتدريب. ثامن الأسماء هملول القادمة من هجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي في المتابعة. المركز التاسع، أتابع المركز التاسع قدوم في هذه اللحظات والتسلل من الشاهينية ومن هجن العاصفة القادمة في هذه اللحظات الشاهينية بمتابعة غياث الهلالي. والمركز العاشر مشعل القادمة والمتقدمة مع هجن سيح السلم وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، من يتابعها في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، هكذا ندانا الأول لهذه الأسماء المنطلقة والحاضرة. نتابع الأسماء القادمة والمنطلقة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الشاهينية على المركز الأول من هجن سيح السلم. تتقدم في هذه اللحظات بمتابعة وتضمير عبد الله بن ثعيلب الهايري، من يتابعها في هذا الانطلاق في هذا التحدي المسائي. المركز الثاني هجن العاصفة تقدم الشاهينية على ثاني المراكز في هذه اللحظة، على ثاني المراكز بمتابعة غياث الهلالي. والمركز الثالث من الجانب الآخر مزيون القادمة من هجن الشحانية سالم بن فران المري ومهولة. مهولة ما شاء الله غادرنا 2 كيلومتر ومهولة القادمة لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي، من يتابعها المتمرس في عملية التضمير والتدريب. ناخذ المركز الخامس، نتابع الأسماء القادمة في الكادر السفلي على قنوات دبي ريسنج الحاضرة في تحفة
ميادين سباقات تتقدم الشاهينية من هجن العاصمة القادمة في هذه اللحظات بمتابعة رياض الهلالي والشاهينية من هجن الرياسة على المركز السادس في هذه الانطلاقات. وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يتابعها وهملولة القادمة على المركز السابع من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي في المتابعة ومشعلة من هجن ساحة السلم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير. والمركز التاسع الشاهينية من هجن العاصمة القادمة. والمركز العاشر كذلك الشاهينية من هجن العاصمة بمتابعة غياث الهلالي. هكذا هي النتيجة. ندانا الثاني وموقعنا بدنا نغادر الكيلومتر الأخير وهجن ساحة السلم مطاعة تسلم بمسار هذا الشوط. الشاهينية على المركز الأول بن ثعيل بيتابعها في عملية التضمير والتدريب. ما شاء الله هجن الشحانية تقادم على المركز الثاني. مزيونة من هجن الشحانية سالم بن فران المري في المتابعة ناخذ المركز الثالث والرابع. هنا تأتي هجن العاصفة في هذه اللحظات تدفع بالشاهينية والشاهينية بمتابعة غياث الهلالي. ولكن أعود إلى الصدارة هجن ساحة السلم هجن الشحانية تقدم مزيونة على المركز الثاني. مزيونة تتسلل هجن العاصفة قادمة. هجن العاصفة على المركز الثاني في هذه اللحظات تقدم الشاهينية وهجن العاصفة. الشاهينية وهجن العاصفة مزيونة وهجن الشحانية الذهبي والهلالي. ولكن الهلالي في اللحظات الأخيرة في هذه اللحظات تتقدم الشاهينية لهجن العاصفة. هجن العاصفة على المركز الأول. هجن الشحانية تحاول في هذه اللحظات على المركز الثاني. ولكن النقطة الرابعة لهجن العاصفة. تهانينا وناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رياض المكتوم مالك هجن العاصفة المركز الثاني. مزيونة من هجن الشحانية المركز الثالث. الشاهينية من هجن ساحة السلم المركز الرابع. الفارعة من هجن الشحانية والمركز الخامس. الشاهينية من هجن الرياسة. هكذا هي النتيجة. هكذا هي الانطلاقات. هكذا هو التحدي في اللحظات الأخيرة. قدمت الشاهينية خطفت النقطة الرابعة لهجن العاصفة. شكرا يا الهلالي على المتابعة. التوقيت الزمني 7:36 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل محب وعاشق للشعار الملكي. المركز الثاني وصلت مزيونة من هجن الشحانية 7:36 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لسالم بن فران المري المركز الثالث. المركز الثالث والتوقيت الزمني وساعة وصول الشاهينية 7:39 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن ساحة السلم. تهانينا وناموس لعبد الله بن ثعيل بن حمد الهايلي. تهانينا وناموس للجميع. التواصل